السلام عليكم. اليوم غنتكلموا على مرض الدوالي وغادي نناقشوا خاصه احدى التقنيات ديال العلاج في المراحل الجد المتقدمه ديال هذا المرض. الوغ مرض الدوالي شنو هو؟ مرض الدوالي هو فاش تيوقع واحد الخلل في الوظيفه ديال الوريد. شنو هي الوظيفه ديال الوريد؟ هو كيطلع الدم من اطراف القلب. دونك هذا الوريد ملي ما كيبقاش يقدر يدير هذه الوظيفه ديالو عبر واحد الصمامات اللي تيكونوا فيه، دونك هذا الوريد شنو تيوقع له؟ عوض ما كيطلع الدم كاين اون بارتي كتعاود تهبط، هذيك لا بارتي كتسبب في واحد التوسع في هذه الاورده، ولو تراجي تاعها تيكون ملتوي، ما كيبقاش مقاد، كيولي ملتوي. وهنا فاش كيبداو يبانوا عندنا في الساقين ديالنا واحد الاورده بارزه، هذا هو مرض الدوالي. عرض ديال الدوالي خصنا نعرفوا اكثر، عرض تيكون عندنا اكثر سامبتوم كنشوفوا هو ثقل في الساقين، كيكون واحد الثقل سورتو اون فان جورني في الاخر النهار كندخلوا كنلقاو جنة تقالي عليا وكيعياو علينا. ثاني حاجه تيكون انتفاخ في الساقين كيف كيف خاصه في الاخر ديال النهار، اي لي كرومب عندنا بحال ديك لاكاج تيوقعوا لنا في الاخر في وسط الليل اللي كيقدروا كاريمون يفيقونا من النعاس. اي بيان سور تنشوفوهم في الساقين ديالنا، تيكونوا عندنا واحد الاورده اللي باينين. كاينين كنتكلموا على العوامل المسببه، العوامل المسببه فهي كثيره، دونك الاولى منها هو السن، بلو اون افونس فلاج بلو هذا المرض كيقدر يزيد الضعف ويعطي المضاعفات ديالو. ثاني حاجه هو الوراثه، خصنا نعرفوا ملي تيكون عندنا شي حد في العائله ديالنا عنده مشكل تاع الدوالي، دونك حنا اكثر عرضه من الناس الاخرين بالنسبه للمشكل ديال الدوالي. ثالث حاجه السمنه، بالنسبه للناس اللي يكون واحد الوزن كيكون افراط في الوزن حتى هو كيدير واحد لا بريسيون على لي فين ديالنا افيكتيفمون، وتيكون من العوامل المسببه. وبالنسبه للنساء فهما اكثر عرضه من الرجال. مضاعفات ديال هذا المرض بيان سور اللي ما عالجناش، هو اول وحده هي قرحه الرجل لو سارفاريكو، هو ان لابو كتحل لنا لتحت في الجلده داكوغ. ثاني حاجه هو التخثر الوريدي لا فليبيت سوبرفيسيال، يعني هذاك العرق اللي توسع وكيدورش فيه الدم مزيان كيقدر يتكبد ويدير لنا ان كايو وتسد لا سيركولاسيون دو سان. وثالث حاجه هو نزيف الدموي، داك العرق اللي بارز ومنفوخ كيقدر اتو مومون يطرطق ويدير لنا نزيف دموي. العلاجات ديال هذا المرض فهو خصو يكون كيكون مختلف على حسب المرحله اللي حنا شفنا فيها المريض. دونك اول حاجه بعدا هو خصنا نشوفوا شنو هي العوامل اللي تسببت لهذا السيد باش نحاولوا نخدموا عليها. دونك كنحاولوا نخدموا على النمط ديال الحياه ولا نغيروا النمط ديال الحياه ديال المريض. دونك الناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال السمنه كنحاولوا نوجهوهم للناس المختصين في التغذيه باش نطيحوا هذاك الوزن. الناس اللي ما تيقوموش بواحد الرياضات بطريقه منتظمه ومستديمه كنحاولوا حتى ما ننصحوهم باش يقوموا بهذا الشيء. الناس اللي كيوقفوا في العمل ديالهم بزاف او تيجلسوا في العمل ديالهم بزاف اللي كنعرفوهم معرضين، دونك تنعطيوهم واحد الجوارب الضاغطه باش كنعاونوهم باش ما يبقاش هذا المشكل غادي وكيتفاقم. بيان ايفيدامون بالنسبه للنساء اللي كياخذوا الهرمونات، دونك كنحاولوا نصحوهم اوسي باش نوقفوهم ونبدلوا هاد الموانع الحمل بطريقه اخرى ما تكونش هرمونيه. الوغ من بعد هذا الشيء ايفيكتيفمون عندنا حبوب اللي كنعطيوهم دي فينوتونيك، هما واحد الادويه اللي كيعاونوا الاورده باش يكون التونس تاعهم مزيان باش يرجعوا داك الدم افضل. كاين الجوارب الضاغطه اللي دوينا عليها سورتو بالنسبه للناس اللي كيوقفوا بزاف وتيجلسوا بزاف. كاين من بعد عاد كيدخل العمل ديال الطبيب، عمل تاع الطبيب كاين فيه ثلاثه الحوايج. الوغ الاولى هما هذوك الحقن ديال التصليب اللي معروفين بلا سكليروثيرابي، دابا بزاف الناس تعرفوهم الحمد لله، كي نو بيرميت اللي كيخولوا لنا باش نخدموا ونعالجوا بزاف الانواع ديال لي فاريس داكوغ. الوغ سورتو ملي كتكون باقا مازال سطحيه ولا القطر واخا تكون داخليه ولكن القطر ديالها باقي صغير داكوغ، حيت قد ما توسع الوريد قد ما يعني راحنا تعطلنا في المرض. دونك في المراحل الاولى راحنا تنخدموا نورمالمون بهاد لا سكليروثيرابي، سواء الا كانوا سطحيين ولا داخليين ولكن القطر ديال العرق باقي صغير. الوغ من بعد كيجي القبل بلوتو كان عمليه جراحيه ديريكتومون. دابا حنا اللي بغينا نقولوا للناس بالله راه ما بقاتش غير العمليه الجراحيه الكلاسيكيه لو ستريبينغ اللي كان كيدار قبل كيتحيد العرق، دابا الحمد لله ولا العلاج بالقسطره بالليزر اللي
هو عمليه جراحيه كتقام في قاعه العمليات، ولكن المريض كيدار في واحد البنج موضعي، يعني الانسان تيكون فايق وما تيكونش الم وما تيكونش انسيزيون، يعني ما كتكونش خياطه ولا الغراز داكور، اي كيمكن له جوست ابري لوبيراسيون كيخرج على رجلاته من المصحه يمشي لدارو ويمكن له يزاول العمل ديالو، ولا لوندما ما كاين فيه حتى شي مشكل. من بعد ما عالجنا هذا الوريد وداكشي بيان سور دونك ايفيكتيفمون من بعد تيكون واحد لي كونترول كيداروا يا مره في السنه ولا سنتين ولا ثلاثه على حسب الحاله المرضيه. الطبيب تاعنا هو اللي كيحدد لنا امتى خصنا نديروا هذا لو كونترول، اي سو سورتو خصنا نحافظوا على نمط الحياه تاعنا يكون مزيان، اون بون جين دو في، ما يكونش افراط في الوزن، تكون واحد الرياضه. الوغ الرياضات المهمين بالنسبه للدوالي هما المشي والدراجه و لا بيسين لاكوا جيم لاكوا بايكين اللي بغينا، هادشي كلشي مزيان داكور. وبالنسبه للناس اللي تيوقفوا بزاف ولا تيجلسوا بزاف بيان سور خصهم جوارب ضاغطه باش كتولي وقايه من هذاك المرض. خصنا نعرفوا بلي ملي كنعالجوا شي عرق داكور صافي با دير ميمكنش يمرض لينا شي واحد اخر، عندنا عروق اخرين اللي باقيين مزيانين، ولا ما درناش الوقايه راه غادي يعاودوا يمرضوا لينا حتى هذوك العروق. نصيحة هو بيان سور ديما نحاولوا نشوفوا الطبيب المختص في الحالات جد المبكرة، ما نتسناوش حتى يتفاقم المرض، ما نتسناوش حتى نوصلوا المضاعفات، ما نتسناوش حتى نوصلوا الجراحة اللي احنا بزاف الناس تخافوا منها. دونك نحاولوا بيان سور من بعد ما كنعالجوا هذا العروق خصنا نخدموا على العوامل المسببة، نحاولوا نشوفوا شنو هما مع الطبيب تاعنا شنو تسبب لنا فيهم، ونحاولوا نتجنبوا هذوك الامور اللي تسبت لنا فيهم. اي سورتو هو نحافظوا على واحد الوزن يكون مزيان داكور، وتكون رياضة بطريقة مستديمة ومنتظمة، هذه مهمة جدا جدا جدا.